الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الحق سبحانه وتعالى فيما سبق هذه الآية تكلم عن اليهود حينما قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وتكلم عن الذين قالوا إنا نصارى، ثم جمعهم في قوله: يا أهل الكتاب، ليشمر الأمرين. ثم بشرهم بمجيء النور المحمدي الذي يحمل آخر توجيه السماء لأهل الأرض، وهو النور الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم تكلم عن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثانيا. ثم نتكلم عن أهل الكتاب جميعا يهودا ونصارى حينما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ثم أراد أن يصفي أمر المسألة العقدية في الأرض فقال: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. رسولنا هو صلى الله عليه وسلم، ويبين لكم ما اختلفتم فيه أولا، وما يجب أن تلتقوا عليه ثانيا، وما زاده الإسلام من منهج يناسب أقضية الحياة التي يواجهها إلى أن تقوم الساعة. وقد جاء على فترة من الرسل، ومعنى الفترة، الفترة هي الانقطاع، فترة من الرسل على زمن انقطعت فيه الرسالات، وهي ما بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه سيدنا عيسى. حسبوها 600 سنة، 560، الغرض المهم أنها جاءت فترة انقطع فيها. اللهم إلا ما كان من قول الحق سبحانه في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أهم مرسلون من قبل الله بين عيسى وبين محمد، أم مرسلون رسلا من قبل عيسى إلى أهل أنطاكية؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون قالوا إيه؟ إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا، لا، كفروا الأول فعززناهما بإيه؟ بثالث. قالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فما الفرق بين الأولين إنا إليكم مرسلون وربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون؟ الأخبار دائما تلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبرا، فإن كان السامع خالي الذهن من الخبر ألقي إليه الكلام بدون تأكيد، وأما إن كان عنده شبهة إنكار نؤكد له الكلام على قدر إنكاره، فإن زاد في لجاج الأنكار نزيد له. أصحاب القرية: ربنا إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث. يبقى التعزيز هنا تعزيز رسالي، يعني بعد ما كانوا رسولين بقوا كام؟ 3 قالوا إيه؟ إنا إليكم مرسلون. صحيح في تأكيد، الجملة اسمية وإنا مؤكدة. فلما كذبوهم قالوا: لا، أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. وهم كانوا 2 أكذبهم، قمنا عززنا بثالث. لما عززنا بثالث قالوا: إنا إليكم مرسلون. أم قالوا: لا، أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، لجاج في الإنكار. ماذا يكون موقفهم؟ أيقولون لهم: إنا إليكم مرسلون كما قيل أولا؟ هذا إنكار كتير قوي. يوم يجي بيقول إيه؟ ربنا يعلم.
ادي واحدة. إنا إليكم لمرسلون، مش مرسلون، ما قالش إنا إليكم مرسلون، قالوا ربنا يعلم، وربنا يعلم في حكم القسم، في حكم القسم. يبقى أكد لهم تأكيد يناسب، يناسب الإنكار. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، مش إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم لمرسلون. هذه هي اللي كانت في الفترة، الحق سبحانه، والفترة هي الانقطاع. وعادة حين تأتي كلمة تدور على معان متعددة يبقى المعنى الجامع هو المعنى الأصلي، الفترة الانقطاع. فإن قلت مثلا ماء فاتر، فاتر يعني إيه؟ أكن الماء مشروط فيه البرودة علشان يروش، يبقى فتر عن برودته، ولذلك بنسمي فاتر يعني دافي شوية، يعني انقطعت عنه البرودة المرغبة في الماء كده. يقول لك في جفنها فتور، يعني مش ببحلقة بعينها كده بل منقطع الرصاصة دي اللي بيقول لك تندب في عينها ايه رصاصة، لا فترة. إذن فالفترة هي الانقطاع، انقطعت فترة من الرسل. كان مقتضى هذا ان ما دام انقطعت فترة يطول عهد الغفلة ويطول عهد انطماس المنهج، ويبقى أهل الخير في ظمأ إلى أن يجيء منهج جديد. فكان واجب إن لما جه رسول بقى إنهم يعملوا إيه؟ يرهفون آذانهم لما يجيء به. فقال لهم ربنا بعت لكم رسول، الرسول ده على فترة، والفترة دي إن كنتم أهل خير كان يجب أن تلتمسوها وأن ترهفوا آذانكم لسماع مهمته ولسماع إيه؟ رسالتي. وأرسلنا إليكم الرسول على فترة حتى نقطع عنكم الحجة، نقطع العذر أمامكم، لأنكم تقولوا والله ما جاءنا من بشير ولا إيه نذير، قطعنا هذه الحجة وجاءكم بشير وجاءكم إيه وجاءكم نذير، يبقى ما عادش فيكم حجة. والبشير هو المعلم أو المخبر بخبر يأتي زمانه بعد البشارة يأتي بخير، بقى يبقى معلم بخبر يأتي بخير بعد زمن البشارة. والنذير برضو معلم يأتي بخبر بشر بس يأتي بعد زمن النزارة. قال لك شمعنا لازم؟ قال لك لازم الخير يجي بعدين والشر يجي بعدين. ليه؟ لأنه مدام بشير يشجع الناس على أن يرغبوا في منهجه ليأخذوا الخير، فلازم تبقى فيه فترة، وفيه فترة يسيبهم اللي يودي لهم الشر. يبقى إذن البشير مخبر بخير زمانه متأخر عن الخبر، والنذير مخبر بشر زمانه متأخر عن الخبر. ومتأخر ليه يا سيدي؟ ما تقولش بشرك بحاجة بعد كده بعد شوية، عشان إن كان يطلب عمل يؤديه للخير يقدر إيه؟ يبادر ويعمله. بشر الذي يذاكر بأنه ينجح، بشر اللي بيذاكر انه يعمل، يوم يعمل ايه؟ يوم يبتدي يذاكر. لازم تبقى فيه فترة علشان يحقق ما يوصله الى المبشر به. وكذلك فيه النذارة، لازم يبقى فيه فترة علشان يتجنب ما يأتي له بالشر بواسطة الايه؟ النذارة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا، يعني مخافة ان تقولوا وتتعللوا إن ما جاءنا من بشير ولا نذير. إحنا قلنا برضو فيما جاءنا من بشير ونذير أصلها حل معنى كده ما جاءنا بشير ولا نذير، وقلنا إن من دي زي ما قالوا إنها إيه زايدة، نقول لا ما هي الزايدة دي جاء عشان تأكد المعنى، تأكد المعنى. زي ما قلنا إحنا كنا ضربنا مثلا قلنا ما عندي مال، يصح إنك قلت ما عندي مال، إنما عندك 20-30 قرش 40 قرش جنيهين، يعني حاجة ما يقالش اسمها مال. إنما لما تقول ما عندي من مال يبقى ما عندكش ولا مليم، من بداية ما يقال له مال ما عنديش. فما جاءنا من بشير من مجرد ما يقال له إيه؟ ما قال له بشير، يبقى دي إيه؟ أوقع في الإخبار والإنذار. ما جاءنا من بشير ولا نذير، والله على كل شيء قدير. ما احنا قلنا فقد جاءكم بشير، خلاص قلنا فقد جاءكم ايه عشان قطع العذر، فقد جاءكم ايه؟ فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء ايه؟ والله على كل شيء قدير. واذا كان الحق سبحانه وتعالى قد جعل الخلق يطرؤون على كون منظم بحكمة ومنظم بكل وسائل الخير والحياة على احدث نظام قبل ان تطرأوا عليه،
فإذا ما طرأتم على هذا الخير أيترككم بدون هداية؟ ده هو قدر على أن يقيتكم ويعطي ما يحفظ لكم حياتكم وما يحفظ لكم نوعكم. ألا يعطيكم ما يحفظ لكم قيمكم؟ يبقى اللي قادر زي ما اداكم هنا ووفى يديكم هنا ووفى. وإرسال الرسل من جملة علاجات الايه؟ علاجات القيم. ثم رجع ثانيا إلى قوم موسى، ولكنه في هذه المرة سيجعل المتكلم رسوله. وإذ قال موسى لقومه، يعني ساعة ما تسمع وإذ اعلم أنها ظرفية، وظرفية يعني حين. حين قال موسى لقومه تبقى معناها إيه؟ قال لك اذكر ذلك جيدا، اذكر حين قال موسى لقومه كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن ذكره يعينك على تحمل ما تتعرض له في أمر دعوتك ورسالتك، سواء من ملاحدة أو من إيه؟ أو من أهل، أو من أهل كتاب. وإذ قال موسى يعني واذكر يا محمد، أو يذكر يا من تتبع محمد، أو اذكر يا من تقرأ القرآن. إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. لا يقول ذلك موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إلا إذا كان قد رأى منهم عملا لا يتناسب مع النعم التي أنعم الله بها. زي ما تقول للواحد عاق كده قول له يا شيخ اذكر لابوك عمل وياك ايه، اذكر فلان عمل وياك ايه. لا تقول له ذلك الا وقد بدرت منه بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم ومقدمات الفضل عليه. فكانهم هم غلبوا موسى لدرجه قال لهم اختشوا، اختشوا على ارضكم اذكروا نعمه ربنا، اذكروا نعمه ربنا عليكم. ومعنى ذكر النعمه نعمل ايه يا اخي؟ اللي انعم عليكم ده اسمعوا منهجه، اسمعوا كلامه، نفذوا أوامره، اجتنبوا نواهيه، وأتمروا بإيه؟ بأوامره. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وإحنا قلنا برضو أن نعمة يقصد بها الجنس والمراد بها النعم كلها، وكأن كل نعمة على انفرادها تصح أن تذكر وتشكر. وقلنا الدليل على أن النعمة يراد بها كل النعم إن الله حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومدام لما نعدها يبقى تبقى نعمة واحدة ولا نعم كتيرة؟ ومدام لا نحصيها تبقى نعم متعددة ولا لا؟ يبقى المراد بالنعمة الإيه؟ النعم، لأنها اسم جنس. طيب، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة، وذكر النعمة يؤدي إلى شكر المنعم، وذكر النعمة أيضا يؤدي إلى الاستحياء من أن نعصي من أنعم، وذكر النعمة أيضا أننا نستحي أن نأخذ نعمته لتكون معينة لنا على معصيته. اذكروا نعمة الله عليكم، نعم كثيرة أو عندهم. ألم يفلق البحر؟ اضرب بعصاك. طيب، ألم يضرب، شوف ضرب المية بالعصا فكان كل فرق كالطود العظيم. المية السائلة بقت ايه؟ جبال. وضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عين. ايش العجائب دي؟ يعني حاجات كده القدرة عمالة بتعمل ايه؟ بتبين مجالات تصرفه. فالبحر ضرب الماء فصار كل فرق كالطود، المية بقت صخر. وضرب الصخر فتفجر مية. ايه العجائب دي؟ عجائب قدرة. طيب، وايه كمان؟ ألم يظللكم بالغمام؟ ألم ينزل عليكم في التيه المن والسلوى؟ كل دي ما كانش صح ان كنتوا تذكروها لله سبحانه وتعالى وتستحوا كده انكم تعصوه وتتعبوا الرسول اللي بعد اللي جاي عشان يهديكم. اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء، كلما جاء لكم بعث لكم نبي. مش مثلا غضب عليكم وقال ارسلت لهم رسول واثنين وثلاثه واربعه ولا هدهمش سابكم. بقى كل برضه ما تستعصي داءتكم يرسل لكم ايه؟ يرسل لكم رسول. زي ما تكون مثلا واحد مريض وبعد ذلك لا تضن عليه بطبيب او طبيبين او ثلاثه او اربعه، بل كل ما تشوف عنده حاجه تبعت له طبيب. هيعمل ايه؟ هي في الواقع امتنان بان الله ارسل كثير من الاطباء. واحنا قلنا ده كان يجب ان يعلموا به ان داءتهم كترت
والمرض بتاعهم مستعصي، لأن لو المرض مش مستعصي ما كانوش في حاجة إلى أطباء كتير من الأنبياء، ومع ذلك ربنا بقى يرحمهم يعملوا حاجة، يبعت برضه ويبعت برضه. طيب، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وإحنا قلنا وجعلكم ملوكا مش كلهم يبقوا ملوك، يبقى منهم الملوك مش كده ولا لا؟ منهم الملوك، وقلنا الملك ده إحنا خدنا له اصطلاح سياسي، كل واحد مالك، إنما مش كل واحد ملك، كل واحد مالك ما في حوزته، ملك توبه، ملك اللقمة اللي عنده يأكلها، ملك البيت اللي بينام فيه مالك، إنما الملك يملك ويملك من ملك. شوف الفرق بين الاثنين، يملك ويملك من ملك على الأول. طب ما تشوف بقى كده، إذن كل واحد عنده إن هو يملك شيء، خدت بالك، هو يملك من ملكه، يبقى ملك، يبقى إيه؟ الراجل عنده بقى رعيان بيرعوا، وناس عمالين بيخدموا في البيت، وناس عمالين بينظموا في المش عارف في المزرعة، وناس عايزين يسؤولوا السيارات وعايزين يعملوه، ويأتمرون بأمره ولا يدخلون عليه إلا بإذنه، وقاعد كده من غير تحمل مشقة، يبقى ملك ولا لا؟ احنا قلنا دي، احنا قلنا افتكروا من امبارح اللي يقولوا عليه ملك زمانه، ملك ايه؟ ملك زمانه، ده هذا الملك، يعني ادكوا نعمة وفيرة وكل حاجة. جعل فيكم وجعل فيكم ايه؟ ملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الملكية الواسعة اللي تريح الواحد دي تحديد ايماني، تحديد ايماني، يقول لك من اصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله، ما دام عنده الحكاية دي وحيزت له الدنيا بحذافيرها، يبقى ملك ولا مش ملك؟ يبقى ما دام ربنا مديكم الرسائل دي، يبقى جعلكم ايه؟ جعلكم ملوكا. وآتاكم ما لم يؤت احدا من الايه؟ من العالمين اللي كانوا حواليكم، ما آتاكم ما لم يؤت احدا ايه؟ وبعدين برضو والى عليهم هذا، ألم يعطي سليمان وهو من بني إسرائيل ملكا لم ينبغي لأحد من بعده؟ بس دي ما قالهاش موسى، لأن دي جت بعد موسى، بعد موسى ب 11 جيل، مفهوم ولا لا؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يا قوم، ده نداء موسى، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فكأن ذا هذا بلاغ من موسى بما أوحى الله به إليه. إمتى الكلام ده؟ احنا نعرف القصة ان بنو إسرائيل صلتهم بمصر كانت من ايام الايه؟ يوسف. ولما جه يوسف وجاب أبويه وجاب إخواته وعاشوا في مصر، كونوا شيعة بني ايه؟ إسرائيل. وبعدين يوسف ربنا مكله في الأرض وعمله هو المتصرف فيه، وعاشوا في الفترة دي. العجيب أن المس القرآني للأحداث التاريخية التي لم تعرف إلا بعد الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية لما جت هنا كانت معها بعثة علمية، البعثة العلمية دي قعدت تنقب على المعلومات عشان يشوفوا سر الحضارة اللي عند الناس دول ايه، وسر تقدمهم القديم ايام ما اخترعوا اشياء. المسلمين اخترعوا اشياء وارسلوها الملك فرنسا، فبقوا يقولوا ده فيها شطان، هم اللي يقولوا ده فيها شطان، ساعة بتدق بالمية. شوف بقى الفكرة، انه يملأ اناء مية كده ويخرم فيه خرم، الخرم دي ينزل القطرة، القطرة بثقلها تنزل على حاجة زي العقرب كده تمشيه، تقوم تعمل دقيقة اثنين ثلاثة أربعة، ايه اللي بيمشيه؟ النقطة الايه؟ نقطة الماء، اسمها دقاقة بالماء. وشوف بقى ضبطه في انهم عمل الخرم بحيث ينزل كمية من الماء صالحة بانها تحرك العقرب ده عشان يتحرك زمن مخصوص، علشان على ما يدور كده يكون النهار اليوم انتهى. شوف الدقة دي بقى ايه؟ الدقة دي عملها علماء الاسلام وبعتها شارلمان ملك فرنسا، فساعة ما شافوه قالوا ده راعي بعت لنا بتاع فيها شياطين، ادي سنريهم يا سيدي. كويس، الله. طيب، فرنسيين لما جم هنا قاموا جابوا حملة علمية،
الحملة العلمية دي ومعها مطبعة ومعها علماء بقى من اللي توصلوا إلى أشياء علمية وفنوس سحري ومش فنوس سحري. المهم الحملة العلمية جاية والأشياء التانية دي جاية عشان تستر عمل الحملة العلمية. الحملة العلمية جاية عشان تشوف إيه سر حضارة الناس دول، لأنهم يعلمون أن الحضارات كلها الإسلامية زارت إلى مصر، فقال لك لما ندرس هنشوف، بس بعتولنا شوية إيه حاجات من اللي هم اخترعوها بتوع زمان، فنو السحري ومش عارف وإيه 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 وإيه، وقعدوا يلخموا مصر بقى في حد هناك دردار بالجماميز ويعملوا بقى والناس تشوف عشان تنبهر بإيه بالحضارة الفرنسية. طيب على الأول لما جم قاموا اكتشفوا حجر رشيد، أظن أنتوا عندكم فكرة عن حجر رشيد. حجر رشيد ده مكتوب عليه بالهيروغليفية تاريخ الله، فجي شامبليون عشان تعرفوا ان الله سبحانه وتعالى يسخر حتى الكافرين بمنهج الله ليؤيدوا منهج الله. فلما قعد لقى حجر رشيد ده مكتوب عليه اشياء بالهيروغليفية، فحب يعرف ازاي دي، ام قال لك حيرف حروف الهيروغليفية ازاي، ام قال لك في حاجة في اللغات اسمها منطق الاعلام. منطق الاعلام يعني ايه؟ يعني انا لما يكون علم بالانجليزي ما بترجمش الاسم العلم، هل انا اقدر اقول تشيرشل دي معناها ايه بالعربي؟ هو اسمه ايه؟ برضو هيبقى تشيرشل، بس بدل ما اكتبه بالحروف اللاتينية بكتبه بالايه؟ بكتبه بالعربي. ده كلام شير. فالاعلام ما بتتغيرش نطقه، لما الاعلام ما تتغيرش نطقه يقوم هو يجي يشوف في الاعلام اللي عنده ايه الحروف اللي ما اتغيرتش دي كذا كذا، فاهتدى الى معرفه فك طلاسم الحروف الهيروغليفيه، ام عرف يقرا حجر رشيد. فلما عرف يقرا حجر رشيد ادانا تاريخ مصر القديم. يبقى تاريخ مصر القديم اتبنى على حقيقته امتى؟ بعد حجر رشيد. حجر رشيد اللي عمله مين؟ الفرنسيين. ومين اللي عمله؟ شامبليون. طلع منه ايه؟ عرف الاعلام وعرف الحرف ده التشيرشل دي التيه عندهم بتبقى ايه، وقعد ياخده، والشين تبقى ايه، والريه تبقى ايه، وقعد يجمع بقى لحد ما عمل الابجديه بتاعتهم وراح حلل اللغز. احنا ما كناش نعرف حاجه عن الحكايه دي ابدا، بقت نشوف كده رسوم على الصخور وعلى البتاع ولا احنا عارفين مدلولاتها ايه. طيب الشاهد أنك تجد أن القرآن حينما تعرض للأقدمين تعرض لفرعون في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أهي إرم ذات العماد اللي في الأحقاف لسه في الجزيرة اللي لسه ما اكتشفناش عنها حاجة، اللي ربنا بيقول عنها إيه؟ التي لم يخلق، مع أنه بيتكلم عن فرعون، وفرعون ذي الأوتاد، كل حضارة الفراعنة الأهرام ذي الأوتاد، لكن دي كشيء ما شفناش لها نظير. يبقى لازم حضارة عدي حضارة أقوى من حضارة مين؟ لازم أقوى من حضارة فرعون ذي الأوتاد دي، لأنه قال على ذكة التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب ثمود بتاعت إيه؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وشفناها دي البيوت اللي منحوطة في الصخر والبتاع والحاجات، شفنا الحضارة دي وشفنا حضارة مصر، لسه ما شفناش حضارة مين؟ ها؟ حضارة عاد دي لازم تكون مطمورة تحت الأرض، زي إحنا ما قلنا كل الآثار النفيسة بتبقى تحت الإيه؟ لأن عوامل التعرية إذا كانت الهبة الرملية الواحدة لما تيجي في الاماكن دي بتطمر القفله بحالها، قفله ماشيه تجيب هبه رمليه واحده، فما بالك بقى القرون اللي متي دي طويله، الرمال اللي جت على اثار عاد دي ايه؟ يبقى لازم ننقب ايه كتير قوي علشان نعرف ايه رمزات العماد دي التي لم يخلق مثلها في البلاد. الشاهد انه حينما تكلم عن ملك المصريين قديما قال وفرعون ذي الايه للاوتاد، ولما جه يتكلم عن موسى تكلم عن المعاصرين له في حكم مصر برضه فرعون، اذهبا الى فرعون، مش قال كده؟ الله، يبقى ده فرعون وده فرعون. طيب موسى هيذهب الى فرعون علشان يخلص بني اسرائيل من ظلم مين؟ من ظلم فرعون. طب فرعون ظلمهم ليه؟ قال لك شوف بقى عشان تعرف ان كل سياسه
معقبة على سياسة تحاول أن تطمس السياسة الأولى وتعذب من نصروا السياسة الأولى. كده بقضية في الكون واحدة. لما يجي يتكلم، طب ما هو سيدنا يوسف جه مصر وقعد ويا العزيز وعمل دي، ما جبنا سيرة فرعون في في سورة يوسف، ما جاش سيرة فرعون أبدا. ولما جه يتكلم عن رأس الدولة في أيام يوسف يتكلم وقال الملك ائتوني به، ما قالش فرعون. بقى قديم قوي قال مين، وأيام موسى قال مين، فرعون، وفي أيام يوسف ما جابش سيرة فرعون وقال ايه، وقال الملك ائتوني به. بقى فيه امرأة العزيز وفيه الايه الملك على الاول، مما يدلك بقى على ان جه الحجر ده وعمل ايه. راح مبين لنا ان الفترة ده هي كان ملوك الرعاة او الهكسوس هم الذين حكموا مصر وخدوا الملك من المصريين وبقوا ملوك، عصر الملوك. والقرآن يقول ايه، وقال الملك ائتوني به، ولم يأتي بذكر لمين، لفرعون. لما جم الفراعنة استردوا ملكهم وطردوا الملوك بتوع الرعاة، الجماعة الفراعنة استبدوا باللي مين، باللي كانوا بيخدمهم الفراعنة اللي هم بنوا مين، بنوا إسرائيل. يبقى شوف بقى دقة القرآن في الأداء، لما قال في هنا فرعون وهنا فرعون، وجيه في فترة إيه؟ يوسف، وقال الملك ائتوني به. ما كانش حاكم مصر يسمى الملك إلا في عهد ملوك مين، دي ما عرفناهاش إلا جديد. يبقى شوف القرآن ازاي تنبه لها ومسها مس كده يعني، بس مين اللي يستنبطها، مين اللي ايه اللي هيدي سنريهم يا سيدي. يا قومي، بعد بقى الحق سبحانه وتعالى ما أيد موسى بالآيات ونصره وغرق فرعون، طب المسألة انتهت هنا. قال لهم هيا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. مهمتكم انتهت في أنكم خلصتوا بني إسرائيل من مين، من فرعون، وخلصتوا أهل مصر من فرعون. روحوا على مين، على الأرض الإيه المقدسة. كلمة الأرض إذا أطلقت صارت علما على الكرة الجامعة، ووردت في قصة بني إسرائيل في مواضع متعددة لمواقع متعددة. قول الله في آخر سورة الأسراء وقلنا من بعده، أي من بعد موسى، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض. طب بالله يعني ده الأسلوب ده هو فيه سكن إلا الأرض، طب ما نسكن فين؟ أنت لا تقول اسكن كذا إلا إذا حددت مكانا من الأرض، اسكن المنصورة، لأن السكن قطعا حيكون في مين؟ في الأرض. إيه اسكنوا الأرض دي؟ تيجي إزاي اسكنوا الأرض دي؟ يقول لي اسكن المنصورة، اسكن طنطا، اسكن أرياح، اسكن القدس، اسكن فلسطين، إنما تقول لي اسكن الأرض؟ أهدي بقى لفتة قرآنية. قال لك ما دام قال اسكنوا الارض ولم يحدد من الارض مسكونا خاصا، يبقى كانهم قال ذوبوا في الارض فليس لكم وطن. انساحوا في الارض فليس لكم وطن. اسكنوا الارض، شوف الدقه، اسكنوا الارض. وعرفنا لما تقول لي اسكن، ان كنت انا قاعد في المنصوره بتقول لي اسكن، اسكن شارع كذا، اسكن عماره كذا، إن كنت تقول لي اسكن مثلا مصر، اسكن بيروت، اسكن، إنما تقول لي اسكن الأرض، طب ما هو سكن في الأرض، ما حددتليش حتة اسكن فيه. فمعنى قول الله اسكنوا الأرض يعني لا توطن لكم أبدا، وستسيحون في الأرض مقطعين. وقد قال الله ذلك وقطعناهم في الأرض أمما. وبعدين كلمة قطعناهم كده مش أذبناهم، يدل عليها حين يأتي القرآن بقضية قرآنية نشوف القضايا الكونية أكدتها ولا عرضتها. القضية القرآنية وقطعناهم في الأرض أمما، ومعنى قطعناهم مش عذبناهم، قطعناهم تفيد إنه عملهم أوصال بس قطع برضو. برضو لما تشوفهم في البلاد اللي نزلوا فيها في كل بلد حتة مخصوصة كده لليهود،
ما يزبوش في المواطنين أبدا، ويبقى لهم كل حاجة مستقلة بهم، فكأنهم شائعون في الأرض إنما مقطعين. وأمم أمة اليهود، حرب اليهود ما حدث. الله على الأول. فلما قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يبقى يجي التقطيع ده، ده الكلام ده بعد موسى. طب في موسى أم قال لهم إيه؟ ادخلوا بقى الأرض التي كتب الله لكم، يعني بعد رحلتكم مع فرعون والحاجة دي، روحوا الأرض اللي ربنا كتبها إيه لكم. هنا لما تسمع كتب، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، نقول أولا مقدسة، أرض مقدسة، يبقى حيزتها ولا لا؟ بعد ما كانت أرض عموما بقت الأرض هي الأرض المقدسة. معنى مقدسة يعني إيه؟ مقدسة المادة كلها تدل على الطهر والتطهير. قدس يعني طهر ونزه، مقدسة يعني مطهرة. ده كلام على أول. طب الأرض المقدسة، ودي برضو قلنا إن الألفاظ حين تأتي تتوارد جميع المادة على معاني. انتوا عارفين عندنا في الفلاحين حاجة يسموها القدس أو الأدوس. الأدوس حدش عارفه؟ الأدوس، الأدوس اللي فيه مية، أهو الأدوس ده هو اللي اسمه قدس، وكانوا بيستعملوه يملوه وياخدوا منه طهروا به اللي عايزوا، يغسلوا منه ايديه ويستحموا منه وينظفوا منه الحاجة. الأدوس فيه المية. فالقدس اللي احنا بنسميه الأدوس هو اللي بيطهر به الايه الأشياء. فلما يقول مقدسة يعني مطهرة من الماء اللي كان في الايه اللي في الأدوس. فأخذ تسمية المعاني من تسمية الايه المحسات. وبعدين سأل لي من أسماء القدوس، وقدس يعني نزه وطهر، قدس الله في ذاته، هو له ذات بس مش زي ذاتك، هو له صفات بس قدسه ونزهه أن تكون كصفاتك، هو له أفعال بس قدسه ونزهه وطهره أن يكون أن تكون كأفعالك. أنت لك ذات وهو له ذات، إنما ذاته واجبة الوجود وزادة ممكنة الوجود، لأنه طرأ عليها عدم أول ويطرأ عليها عدم ثاني. دك واجب الوجوب لذاته وانت واجب لغيرك، يقدر ينهيك الله. وربنا له برضو حياة ولا ملوش حياة؟ طب ما انت حي وهو حي، إنما أحياتك كحياتي؟ لا، يبقى أهو نزهه، يبقى نزهه في الذات، ذاته ليست كذاته وصفته ليست كصفاته. له هو قادر وانت قادر تعمل الشيء، انما قدرتك كقدرته. طب وهو سميع وانت سميع، بتسمع سمعك كسمعه؟ تقول له خلاص ما دام ذاتك مش زي ذاته وصفتك مش زي صفاته، يبقى لما تسمع سميع عليم، يبقى قول السماع مش زي الايه وعايز ودن وعايز مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي ده. هو سمع لا كسمعنا، وله فعل لا كفعلنا. لما ربنا يقول فعل وانت فعلت، فعلي فعلان زيه ولا فعله منزه؟ ليه؟ قال لك لان فعل خلقه علاج، يعالج الفعل، ولذلك يكون للفعل بداية واوسط ونهاية، ويفرغ من الاحداث على قدر ما فعل الزمن. يعني عايزين نشيل حاجة، كل ما يمر زمن شيلنا ربع كيلة، بعدين زمن تاني نص، وبعدين مش الله بعلاج وبياخد مني قوة ولا لا؟ أم قال لك لا، إنما فعله ليس بعلاج، فعله بكن. ولذلك قال إن خلقت السماء والأرض وما مسنا من لغوب، ما تعبناش لأن ما بنعالجش، بنقول إيه كن فيكون. ولذلك إحنا جينا قلنا في الإسراء لازم تنسب الحدث إلى مين؟ إلى الله، ما تنسبوش لمحمد. ولذلك عشان تعرف الجماعة اللي عرضوا محمد في الإسراء ما كانش لهم حق، هم يقولوا له أنضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة؟ هو ما ادعاش الدعوة دي، أنتوا اللي بتقولوا ادعى هذه الدعوة. هو ما قالش أنا سريت من مكة لبيت المقدس حتى تقولوا أنضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها، ما قالش الرجل كده. صلى الله عليه وسلم قال أسرية بي، قال إيه؟ أسرية بي. يبقى هو له عمل في الحدث؟ ملوش عمل في الحدث. يبقى الفعل بتاع مين؟ يبقى بتاع الله. ما دام فعل الله يعوش زمن؟ ما يعوش زمن. يبقوا افهموا ازاي انتوا بتعترضوا.
لكن تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يفهموا كده ويقولوا كده علشان لما يجي ناس من المتحزلقين دلوقتي يقول لك ده الاسراء كان بالروح، يقول له بالله لو ان محمد قال للعرب انا صليت بروحي كانوا هيكذبوه. طب انا شفت، انا كنت في نيويورك الليله وشفتها في الرؤيا، حد هيكذبني؟ طب امال هم اكذبوه ليه؟ ده فيهم ان هو ماشي سرى. يعني ايه يعني سرى؟ مش بالروح، ده بايه؟ بدليل انهم قارنوا فعلا بفعل وحدثا بحدث ونقله بنقله، وقالوا اتدعي انك اتيتها في ليله واحنا بنضرب اليها اكباد الابل شهر، يبقى جت تخدم الاسلام ولا جاتش تخدمه؟ برضه جت تخدم الايه؟ الاسلام. اذا قدوس يعني مطهر، مطهر يعني منزه، وساعه ترى شيئا يخالف قضيه العقل اقرنه بفعل الله. ما تقرنوش بمين؟ بفعلك. ليه؟ أم قال لك لأن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل طردا وعكسا. إن كان الفاعل قدرته قوية الفعل يبقى زمنه إيه؟ أقل. لما نيجي ننقل الدب من هنا لهنا، إن كان عيل اللي حينقل كل القدح وقدح تاني، وإن كان راجل كبير حينقل كيلة، وإن كان فتوة شوية ينقل نص الدب، وان كان واحد اقوى قوي يروح شايل الارداب وجايب الله. اذن الزمن هيتناسب مع مين؟ يتناسب مع القوه، تناسب عكسي. ان كسرت القوه يقل مين؟ الزمن. فهات اي فعل بالنسبه لله وقارنه بقدره الله يطلع لا زمن، يطلع ايه؟ لا زمن. يبقى قدس الله في كل شيء. يبقى الارض المقدسه، طب تعالى مقدسه يعني ايه؟ مطهره. أنا أردت أن تكون مطهرة يا خالقي، أنا عايز بقعة من الأرض تبقى طاهرة، زي ما قال أنا عايز بقعة من الأرض تبقى حرم ما تعتدوش فيه على صيد ولا على نبات ولا تعتدوا على بعض ولا تحاربوا. الله عايز بقعة من الأرض يأمن فيها الناس. طيب ده كلام كوني ولا كلام تشريعي؟ أهي زي حكاية الحرم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. الجعل للحرم آمنا أهي إرادة كونية أم إرادة شرعية؟ إن كانت إرادة كونية يبقى لازم ما يحصلش فيه خلل أبدا ولا حد يعتدي على حد، كونية عايز كده. إيه الفرق بين الكوني والشرعي؟ الكوني يقع ولا معارض في الأمور القهرية، خلاص؟ أردت أن تكون طويلا، هو يقول كده لعبده أنا أردت أنك أنت تكون طويل، تبقى اسمها إرادة إيه؟ إرادة كونية، تبقى تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. إنما أردت أن تكون طائعا مصليا، دي إرادة شرعية. يبقى الإرادة فيما للمريد فيه اختيار تبقى إرادة شرعية، يصح يفعلها ويصح ما يفعلهاش. وإنما إرادة كونية فيما لا اختيار لك فيه وواقعا رغم أنفك. تبقى فهمت الإرادة الكونية يعني إيه والإرادة الشرعية يعني إيه؟ على الأول هنا الله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمنا، إرادة كونية ولا شرعية؟ نقول له لا، ده حصل أن أهيج فيه أناس ولم يأمنوا، تبقى مش إرادة كونية، لأنها لو إرادة كونية ما كانتش تحصل فيه أي حاجة أبدا. إنما دي إرادة إيه؟ شرعية. يصح إن أطعتم ربكم اجعلوه آمنا، وإن لم تطيعوه هيجي فيه الناس. مراد الله أن يكون حرما إيه؟ آمنا. مراد الله أن يكون دي كونية ولا شرعية؟ شرعية. يبقى افرق بين الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي ما لا اختيار لنا فيه، والإرادة الشرعية ما يصح أن نفعله أو لا نفعله. الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كلمة كتب الله لكم ناخدها بقى كتابة كونية أم كتابة شرعية؟ إن كانت كتابة كونية مش كان لازم يدخلوها؟ كان لازم يدخلوها. طب لكن قال فإنها محرمة عليهم، الله، تبقى مش كونية بقى، تبقى إرادة شرعية. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، اشجعوا كده وادخلوا، إن طوعتوني واشجعتوا ودخلتم خلاص خدتوها، وإما اشجعتوش يبقى محرمة عليكم. تبقى إذا ما تجيش زي اللي يقولك ده في تناقض، كيف يقول الله التي كتبها لكم وبعدين يقول محرمة عليه؟ كيف يكون قد كتبها ثم يقول محرمة؟ يقول له كتبها كتابة ايه؟ كتابة كونية ولا كتابة شرعية؟
كتاب إن دخلتموها بشجاعة ولم تخافوا ممن فيها واستبسلتم ووثقتم بأن وراءكم إله قوي هيسندكم تدخلوه. ما عملتوش كده محرمة عليكم. تبقى إرادة إيه دي بقى؟ إرادة شرعية. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يبقى الأرض جت كم مرة هنا دلوقتي؟ المرة الأولى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وعرفنا الكلام فيه خلاص. الدقة بقى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي الأرض عموما ما تزبوش فيها وقطع كده ومشردين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جمعناكم من كل بلد، ولما تتجمعوا تبقوا لفيف كده يجيء وعد الآخرة. ايه وعد الآخرة اللي جه في اول السورة، اللي جه في ايه؟ في اول سورة الإسراء، وقضينا الى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كلمة وقضينا الى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، برضو جت الأرض اهي مرتين، ولتعلن علوا كبيرا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، دي جاء في سورة الإسراء في أوله. أم قال لك آه، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يبقى دخل المسجد الأقصى وبقعة المباركة في مقدسات الإسلام. دخل في مين؟ في مقدسات الإسلام. وما دام دخل في مقدسات الإسلام بقت رعويتهم يجب أن تكون إسلامية خلاص. فربنا قال لهم يا يهود أنتم هتقعدوا في مكان بعهد من رسوله، بس هتفسدوا في المكان اللي أنتم عايشين فيه، وحنستحملكم مرة واثنين، وبعدين نسلط عليكم عباد لنا يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد. والحق يقول نحن أعلمنا بني إسرائيل في كتابهم ما سيحدث لهم في أمر مع الإسلام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني مرة الفساد الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعض الناس يقول لك ده كان ينبخت نصر، الكلام ده كان ينبخت ايه نبخت نصر. نقول له يا أخي قول الله فإذا جاء وعد أولاهما ساعة ما نزل القرآن، كلمة وعد دي لا تتأتى لشيء يسبق الكلام إنما لشيء يجي بعدين، أدي وعد. فلما تقول لي نبخت نصر أقول لك حيلك يا سيدي، ده دي كلمة فإذا جاء وعد أولاهما، والوعد يكون بأمر يجي إيه؟ بعد الكلام. وكلمة فإذا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، مش إذا ظرف لماضي الزمان، ده لما يستقبل من الزمان بعد ما نتكلم بعد ما نقول الكلام ده. ثم هل نوبخد نصر كان من ما يقال فيه عباد لنا؟ طب ده عباد لنا يعني جنود إيمانيين، ونوبخد نصر ده كان فارسي. الله، يبقى إذن هي تشير إلى الفساد الأول مع رسول الله بعد العهد الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم. وهل تقتصر على هذه؟ قال لك فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.